السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في جيم مخصوص الاشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. زي ما قلنا قبل كده شعارنا يلا نحب بعضينا. طبعا انا مش عارف اقول ايه طبعا لكل الناس اللي هي المدربين حبايبي اللي وقفوا جنبي واصحاب القنوات والقلب الحلو والقلب الطيب اللي يعني بيبان في وقت الشده، ومهما شكرت مش هعرف اشكر يعني لاخر حياتي. فطبعا انا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وعملت لي فيديوهات واتكلمت عليا واتكلمت عني، وبشكر الناس المتابعين بتاعهم والمتابعين تبعي الناس اللي هم بيخشوا، والف الف الف شكر لكل الناس. وربنا يا رب نفضلوا كده بنحبوا بعض كده وعلى طول، ومحدش يشيل من اي حد ولا حد يكره حد. يعني يا ريت يا ريت يا ريت كل الناس كده تبقى حابه بعض وكله يبقى ايد واحده. طبعا بشكر ابو نور حبيب قلبي اللي كنا يعني ما كان خلاف بينا، والحمد لله دلوقتي بقينا سمنا على عسل ومية مية. والراجل وقف جنبي يعني مش قادر اقول لكم، يعني كل يوم بيتصل بيا يطمن عليا عملت ايه، ايه اللي تم، ايه اللي حصل. فدي بالنسبه لي تكفي وكبيره قوي 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 بالنسبه لي، لان عرفت دخلت يعني يعتبر جوه قلب كل واحد. والحمد لله الحمد لله، يعني طول ما احنا بنحب الناس الناس بتحبنا. وبشكر كل المتابعين اللي عند كل واحد برضو بيخشوا ويدعمونا ويخشوا عندي، وسلام واحترامي لكل الناس، متابعيني متابعين الناس متابعين القنوات. الف 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 شكر للناس اللي هي بتقف جنبي، والحمد لله انا كده كده يعني انا سايبها على ربنا، وبفضل الله ربنا هيوقفني برضو تاني كده اهو، ونعرف ان شاء الله نعلو القناة بيكم مش من غيركم ان شاء الله. وسلامي لابو مصطفى، وسلامي الكابتن ابو نور جامد جدا جدا جدا، شاطح ماطح من اسكندرية لحمة مايكل لابو نور في دمنهور. صدقوا دي تنفع مقطوعة حلوة، ابو نور في دمنهور. طيب يا جماعه، عامه انا الفتره دي لازم انزل فيديوهات ياما، سواء بقى مثلا كلاب او مش كلاب او اي حاجه، عشان الناس اللي هتخش تدعمني والناس اللي هتخش مثلا هتبقى ياما. ما يجيش اليوتيوب يقول لك برده الناس دي دخلت لك ازاي وانت ما عندكش مثلا الا فيديوين ثلاثه اربعه. فطبعا انا مش هخلي الزعل او اي حاجه يوقفني، لا احنا برده هنشتغل ان شاء الله وربنا يسهل لنا. بس انا عايزكم برضو تطولوا ايه بالكم معايا، على اساس انا نزلت اي فيديو كده نزلت فيديو ده فيديو ده فيديو ده، فمحدش مثلا ايه يعلق. احنا بس عشان اليوتيوب ما يجيش يقول لك ايه الناس المشتركين الجميله الحلوه دي اللي دخلت لك بسرعه وانت ما عندكش فيديوهات قليله. فان شاء الله النهارده كده يومنا في المزرعه، يلا بينا نشوفوا احنا بنعمل ايه. طبعا انا النهارده كنا بنبيضه. طب استنى نسلمه على توسكا. توسكا سلمي على الناس. توسكا طب قوم انت تايسو، يلا تايسو تعال. طبعا النهارده انا جبت لهم جنبي منظر، جبت لهم حاجه حلوه قوي. بصوا بتاعت البط جميله قوي، فطبعا اكلوا منها وسابوا منها. فطبعا انت فاهم كل كلب بياكل على ايه؟ على مضرب. طبعا ان شاء الله النهارده انا زي ما انتم شايفين كده لسه بوضب المزرعه، وطبعا جال مشوار القناه دي فضايقتني، فكنت بنبيض بالفرشه اللي هي الباستيلا. جبت بقى مسدس اهو زي الكمبروسه وحلو قوي. يلا بينا نشوفه فين. ما تيجي حتى المشترك منكف معانا، لا حول ولا قوه الا بالله. تعالى كده اهو. طبعا النهارده مروان بيه هو اللي ايه اللي بيصور، ربنا يستر. طبعا دي باستيلا حلوه قوي، طبعا انا مش بعمل لها دعايه، انا بس بوري الناس حبايبنا بوري الناس حبايبنا اللي واحنا بنبيض. طبعا انا جبت الاول اللي هي البويه اللي هي التراب وحطيتها فسدتها، فروحت رايح جايب بويه اللي هي بويه زيت تمام، وعملت اللون الازرق الحلو الجميل ده. بس يا بابا بس حبيبي مش شايفني بتكلم مع الناس، بس
وده تينر بخفف بيه عشان تمشي في الباستيلا. ولازم اقفل الغطا كويس عشان الباستيلا عشان التينر ما يطيرش. اجي اعمل المره الجايه ما الاقيش البويه التينر. تمام كده مروان انت بتصور ولا مش بتصور؟ مش عارف ليه شاكك فيك يا مروان. ربنا يستر يا مروان. وجبنا البتاع الجميل الحلو دوت وتوكلنا على الله ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. العب يا ميصلة. خلاص يا مروان انت داخل جوه. مروان طبعا البتاع ده حلو قوي بدل بقى الفرصه والبهدله. جميل قوي البتاع ده. لو اي حد فيه اي تعليق مثلا حابب يقول لي مثلا حاجه اعمل لا ده مش كويس ده مش عارف ايه يعني مفيش مشكله انا بقبل اي تعليقات. طبعا ان شاء الله ان شاء الله ننزله كام فيديو كده وبعد كده نبتدي بقى نخشه على التدريبات ونرجعه للناس حبايبنا اللي بيعوزوا مننا اي استفسارات واي حاجه وان شاء الله نعمله. هو ايه مش عامل لون؟ لا عامل اصلا. هو انا الظاهر خفيت ياما ولا ايه؟ هو شكلي خففت زيادة شكلي كده حطيت تينر اكتر. نروح نحطه. يا تينر اكتر من البوي. عجبك يا مروان؟ ماشي. زودنا البويه كان احنا كنا مخففين الصوره. المخففين اهو بقى جميل اهو.